احنا كنا في المجموعه الاولى واخذنا البطوله لان احنا تصدرنا المجموعه الاولى، لاول مره احنا نتصدر في المجموعه الاولى. في من بعد 2007 احنا وقعنا في 2011 كنا في المجموعه الرابعه وطلعنا ثاني وخرجنا. اتذكر مع المجموعه كنا مع الرابعه مع ايران. ايضا 2015 كنا في الرابعه و2019 كنا في الرابعه وكلها مركز ثاني احنا. فانا مع اليابان ومع ايران كلها في الرابعه، كلها في الرابعه كنا. زين كل السنوات اللي اجتي من بعد 2007 عدا 2007 كنا في المجموعه الاولى، وكل السنوات لحد 2024 احنا في الرابعه. حتى في 2024 احنا في المجموعه الرابعه. فبالتالي احنا العراق صح، اليابان هو اليابان، لا اختلاف ولا خلاف ولا يختلف على الاثنين، هو المنتخب الاول في اسيا. احنا تصريح كاساس، لا احد ياخذ تصريح كاساس، كاساس ممكن ما محنك في التصريحات لان هو اول مره يمسك منتخب والرجل يعني ما مصرح كثير، فهو حكى اللي الحقيقه. لكن اني اتمنى، اللي اتمنى من اداره المنتخب سواء كاساس والمنتخب والاتحاد العراقي، احنا كنا نعرف العراق اذا تصدر المجموعه ودخل كمتصدر للمجموعه والله العظيم يوصل الى النهائي. ليش؟ العراق اذا دخل بشخصيه البطل، احنا يعرف اللي هم اثنيناتهم لاعبين، وانت تعرف هشام ايش قد انت مرافق. العراق على فتره التجمع يكون صعب جدا، خصوصا اذا فاز وكانت عنده شخصيه. فانا اللي اتمنى، ما اتمنى نفكر احنا، شوف انا اليوم اشوف كل الجماهير تفكر بالمركز الثاني. احنا كانما احنا نسوي حسابات ان احنا راح المركز الثاني، هذا غلط.